صباح الخير يا ولاد، عاملين ايه النهارده؟ النهارده هناخد درس اسمه الجمع والمفرد. اسمه ايه يا سنه اولى؟ الجمع والمفرد. طب تعالوا مع بعض كده نتعرف ايه هو الجمع وايه هو المفرد. المفرد هو شيء واحد، هو ايه؟ حاجه واحده بس يا سنه اولى. اما الجمع فهو الاكثر من اثنين. تاني يا سنه اولى، المفرد هو شيء واحد يعني حاجة واحدة، أما الجمع فهو الأكثر من اثنين. تعالوا كده نشوف مثال مع بعض. المثال بتاعنا هنا دي نجمة يعني حاجة مفردة، أما الجمع بتاعها نجوم، فراشة، فراشات. طب تعالوا كده عندنا شوية كلمات عايزين نقراهم سوا ونشوف إيه هو الكلمات الجمع منها وهنضع عليها دائرة. نقرأ سوا: أسد، أشجار، سرير، كلب، أقلام، بنات، كتاب، أسماك. يلا مع بعض كده نضع دايرة على الكلمة، الكلمة الجمع أسد. ده شيء واحد ولا أكثر من اثنين؟ لا، هو مفرد فعلا، هو كلمة مفرد. أما أشجار فهي جمع أشجار، هنضع عليها دائرة. سرير مفرد، كلب مفرد، أقلام جمع، برافو. بنات فهي جمع، مفردها بنت. كتاب مفرد، أسماء جمع، برافو، مفردها سمكة. طب تعالوا معايا كده نشوف الكلمات المفرد والجمع عندنا. ولد جمعها أولاد، بنت جمعها بنات، قطة جمعها قطط، طبيبة جمعها طبيبات. وكده يا سنة أولى عرفنا الجمع والمفرد.